تفتكري ايه اللي يخلي حلقة زي دي ومشهد زي ده يفضل معلم في ذاكرة الجمهور المصري ويطلعه ترند ويقارن بينه وبين الأيام دي؟ تفتكري ايه؟ مش عارفه، توفيق من عند ربنا، مش عارفه. يعني احنا عمل ما اتعمل حتى الاستاذ نور الله يرحمه ما كانش متوقع حتى المسلسل يضرب بالشكل ده. هو الصدق والتفاصيل ما اعرفش استاذ احمد توفيق استاذ رباح طبعا. حسين و لا لا طبعا لا، المسلسل بعدين احنا اساسا، والممثلين كلهم والحب اللي كان بينكم. لا احنا كنا بنفطر مع بعض كممثلين، بنفطر مع بعض، الكواليس لما بنتغدى تبقى مع حلوة بعض. تطلع حلوة على الشاشة، تطلع شاشة منورة. منال سلامة كانت حامل، كنت رايحة اوصلها واجي، شغالة لها سواقة، اروح اجيبها من البيت وياسر جلال واوصلها. كان دمه خفيف طبعا، هو كان طبعا. لسه في اول اعماله. ياسر طول عمره شخصيه جميله بجد. وساعتها ياسر يقول لي كده، الناس متضايقة مني في الشارع ان انا عامل معاكي كده. ايوه انت بتقراها دلوقتي زي ما الناس قريها ان كانت دي علاقه توكسيك فيها مصلحه وفيها يعني فيها عنف، يعني انت وهي كنت كانت عبيطه بتحبيه. برضو يعني، وبعدين هي كانت بتسقط كتير، فهي قعدت في ثانوي كتير جدا، فهي برضو كانت عبيطه، ما بتخرجش، ما مش شايفه الدنيا، مش عارفه الدنيا فيها ايه، مش عارفه الحقيقه. بعكس اختها الصغيره لما ابتدت بقى تروح الجامعه وتروح، فابتدت تشوف الدنيا برضو. القفله قوي على يعني لا يعني خير الامور الوسط، ده حقيقي، ده حقيقي. يعني لا تقفلي على البنت قوي ولا ولا تفتحي تسيبيها قوي. ولا تفتحي بالظبط، عليها، صح. يعني ايه يعني تسيبيها، بس تبقي عينك عليها، مين ايه على كل اصحابها، حال مين بيخرج. احنا سعداء دايما بيكي ربنا وسعداء يخليك دايما يا رب. بأي كل صدق سنه وانت وعمل حلو. طيبه يا وانت نهى. طيبه وانت كمان، كل سنه وحضرتك. طب كام؟ 9. انا 6، انت انت 14 بقى، 14، قمر انا 14. 14. لا لا طب لا، بس بيور، لا 6 يبقى عذراء بيور. انا ربنا ربنا مع الجميع هنا حقيقي. ربنا يخليكم. نهد يا رب ايام حلوه وسنه ربنا حلوه يخليك يا رب. ويرزقك دايما بكل الصحه والخير والرضا واحلى دايما اهم ما حاجه تتمنى. الصحه يا رب، ايوه وكل طبعا يا الناس رب يا رب بخير يا الصحه اهم حاجه، حاجتين، الصحه وراحه البال. اكيد اكيد. بس ربنا اي حاجه يرزقك، الدنيا تاني لا يا ربنا يرزقك باحلى صحه وخير ورضا يا دايما رب، يا رب. وكلنا يا رب، وكل اللي ربنا يسمعونا يا يخليك. رب امين يا رب. يا سعداء رب جدا ان احنا العالمين. سمعنا صوتك وسعداء بكل المشاهدين اللي معانا.